خلونا نكمل كمان كلام عن الدور الكبير اللي بتعمله وزارة الثقافة في نشر الوعي، ونروح لمحافظة تانية ومحافظة مطروح اللي شهدت افتتاح معرض الكتاب اللي بتنظمه وزارة الثقافة واللي بيشارك فيه مجموعة كبيرة من دور النشر المختلفة. كمان المعرض تم افتتاحه ضمن الماراثون الثقافي الصيفي لنشر الوعي بين المواطنين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير على الاستاذ احمد. صباح الخير على حضرتك. يعني في البدايه حابين نعرف من حضرتك ابرز الفعاليات اللي يمكن تمت خلال انطلاق معرض الكتاب بالمحافظه ونسب الاقبال كمان. يمكن انا عايز اوضح لحضرتك بس بدايه ان الهيئه العامه لاصول الثقافه ممثله في فرع ثقافه مطروح بتنظم برنامج فني دايما في فتره الصيف بيجي تحت عنوان مثلا مثقف نونو اسعاف الشاطئ، وده يمكن بيميزنا ان احنا بنقدم او يوجد في مطروح يعتبر مسرح جميل، والمسرح دوت يعتبر بيستقبل كميه كبيره من الجماهير والحشد الجماهيري. ويمكن بتوجيهات معالي وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم ان يتعمل انشطه ثقافيه مصاحبه لها انشطه فنيه بحيث تعمل جذب للجمهور، وده يمكن لحضرتك هنلاحظه في وجود معرض الكتاب في مطروح. المعرض بتشترك فيه حوالي 12 دور نشر، يعني عندنا الهيئه العامه لاصول الثقافه، عندنا الهيئه المصريه للكتاب، عندنا دار الكتب والوثائق، عندنا مؤسسه دار المعارف، دار النهار، دار موهبتي، دار داون، مؤسسه ابداع ام كي، تشكيل للنشر، دار الرسم، كيان للنشر، بحيث ان احنا بنستوعب كل دور النشر المتاحه او الموجوده في جمهوريه مصر العربيه بان هي تقدم معرض كبير زي معرض كتاب مسرح الشاطئ. هايل. طبعا كان يمكن دعم معالي السيد المحافظ هنا في ان احنا يتم رفع كفاءه المسرح الشاطئ بحيث ان احنا نقدر نقدم معارضنا الثقافيه والفنيه خلال الفتره ديت. يمكن الهيئه نظمت برنامج فني كبير برئاسه الاستاذ هشام عطوه، بتشارك معانا فرقه النيل، فرقه بورسعيد، فرقه السوهاج، فرقه العريش، سينا، اسيوط، الشرقيه، كفر الشيخ، التنوره التراثيه. فتخيلي حضرتك محافظه زي محافظه مطروح لما تستقبل كل هذه الفرق الفنيه ويحصل هذا الدمج الثقافي في محافظه تعتبر من المحافظات الحدوديه، اظن ان هو هيبقى امر مهم جدا في بناء الانسان والمواطن المصري. صحيح. علشان نعكس برضو اهميه ده، لازم دايما الارقام بيكون ليها دلاله. يعني محافظه مطروح هي محافظه حدوديه زي ما احنا عارفين. عاوزين نعرف بقى عدد دور النشر والمشاركين في المعرض، عددهم وصل لحد كام حتى هذه اللحظه؟ يعني حتى هذه اللحظه 12 دور نشر. 12 دور نشر. واعتقد ده رقم كويس بالنسبه لي، يعني بعد المسافه ايضا يعني. طبعا. وبعدين هم على فكره ال 12 دور نشر بيستوعبوا جميع انواع الاصدارات اللي ممكن حضرتك تبقى متاحه في اي مكان. بحيث ان هي تلبي رغبات المتلقين او الناس اللي هي جايه تحضر وتشوف وتتابع النشاط الفني. مواكبة ليه زي ما قلت لحضرتك النشاط الثقافي، يمكن انا لاحظت امبارح بعد افتتاح المعرض بجد يعني اسر كبيره بتخش تشتري وفي نوعيه كتب معينه هم بيدوروا عليها. ايه نوعيه الكتب اللي بيدوروا عليها؟ يعني دايما الكتب التاريخيه والكتب، بعض الكتب اللي بتتناول الذخائر مثلا، الكتب اللي فيها قصص لبعض المؤلفين. يمكن انا طبعا ما حصلتش المساله بشكل كبير لان هي كانت امبارح بس، لكن اقدر اقول لحضرتك يعني من خلال المتابعه بعد كده ان ايه كم الكتب الاكثر مبيعا في معرض الكتاب. طيب بتسوقوا ازاي للمعرض؟ يعني هل في خطط ترويجيه مثلا؟ بتوصلوا ازاي للشباب على السوشيال ميديا؟ هل عندكم خطه ان انتم تروجوا ليه على السوشيال ميديا؟ يعني بتماركتوا ازاي للمعرض؟ أيوه. هو بالفعل زي ما حضرتك قلتي احنا يمكن عندنا صفحات خاصه بالفرع وبالهيئه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافه ان احنا عاملين برومو على شاشات المحافظه علشان نعرض فيها او نعلن فيها على ان في معرض كتاب، والفكره اللي هيستمر فيها معرض الكتاب هو ان شاء الله هيبتدي من يوم 4 اللي هو امبارح وهيستمر لغايه يوم 13، يعني قدامنا 10 ايام كمان هيبقى في معرض الكتاب شغال. فاحنا من خلال السوشيال ومن خلال حضراتكم طبعا زي النهارده كده بتوضحوا ان في معرض كتاب موجود في مدينه مصر. هايل يا فندم.
طب يعني عايز اسال حضرتك سؤال، معلش انا بقى ما اعرفش الموضوع ده، المعرض بيقام كل سنه ولا كل قد ايه؟ هو يا فندم المعرض ده اقيم 2018 و2017 يعني في الفتره دي اقام معرضين. كان بمواجهه برضه كان مؤتمر العام بتنظمه الهيئه مؤتمر ادبي. لكن حضرتك تعلمي ان موضوع كورونا اثر الى حد كبير، اكيد فيمكن في الفترات دي كان يعني صعب قوي ان احنا نعمل تجمعات بشريه في اماكن ضيقه مثلا ما تسمحش بان احنا نعمل اجراءات احترازيه، فتوقف فتره، ولكن ده يعتبر بالنسبه لنا ثالث معرض للكتاب بيتم في محافظه مصر. هايل. يعني في الحقيقه حضرتك زودتنا بمعلومات كثيره جدا، واحنا بنتمنى لكم التوفيق في المعرض ده، وان شاء الله السنه دي ما تبقاش اخر سنه وتفضلوا مكملين سنه بعد سنه. كل الشكر ليك الاستاذ محمد حمدي مدير عام فرع ثقافه مطروح.